أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، أبدأها بالعناوين. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة. البرهان وأبي أحمد يتفقان على التعاون لتحقيق المصالح المشتركة. ولكسل يؤكد قدرة الولاية على تجاوز الأحداث القبلية الأخيرة. أهلا بكم. أعلن السودان رفضه مقترحا إثيوبيا يتعلق باتفاق جزئي للمرحلة الأولى لملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي، وأكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة قبل بدء الملء الأول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية. جاء ذلك في خطاب لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك في رده على رسالة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع اتفاق جزئي للملء الأول. وأكد حمدوك لإثيوبيا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الماضية. وأوضح حمدوك أن السودان يرى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولا يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية الفيديو كونفرنس ووسائل التكنولوجيا الأخرى لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية. وأوضح الدكتور صالح حمد رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية مسؤول شؤون المياه العابرة بالوزارة أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها. وكشف الدكتور حمد عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90% من نقاط الخلاف. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تطرقا خلاله للعلاقات المتطورة بين البلدين وسبل ترقيتها خاصة في المجالات الاقتصادية بجانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد البرهان وأبي أحمد تعاونهما بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين ويلبي طموحات شعبي البلدين. وشدد رئيس الوزراء الإثيوبي على أهمية تعاون الدول المنطقة لتعزيز السلم والأمن في الإقليم. توقع مختصون أن تسهم لمزيد من حول الإيضاحات وإلقاء الضوء حول هذا الموضوع. أسعد أن يكون معي عبر خط الهاتف من الخرطوم الدكتور صالح حمد رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري والموارد المائية. مرحبا بك دكتور. ويعني بدءا، كيف تقرأ هذا الموقف الإثيوبي الداعي لهذا الملء وهذا الاتفاق الجزئي؟ ومرحبا بكم الأخوة في الشروق. طبعا كما هو يعني رشح كثيرا في الإعلام الإثيوبي أنه إثيوبيا ستبدأ الملء في بداية الفوضان القادم في يوليو. ده خبر متداول في الميديا الإثيوبية، لكن ما يهمنا أنه وصل للسودان خطاب السيد رئيس الوزراء في يوم 10 أبريل الماضي، خطاب موجه لرئيس الوزراء السوداني وللرئيس المصري السيسي، وبطلب فيه الإثيوبيين أنه سعودين من الدولتين الجلوس لتوقيع اتفاقية جزئية للملء الأول. والملء الأول ده يعني بينتهي في ليفل 1965 اللي هو خلال سنتين، يعني باختصار اتفاقية للملء الجزء الأول في خلال سنتين. الخطاب زي ما قلت وصل يوم 10 أبريل. نعم. السودان طوالي رد يوم 15 أبريل،
يعني انا حاسس متكلم عن خبر تقريبا منذ شهر. رد يوم 15 ابريل بالرفض، السودان يرفض توقيع على اتفاقيه مجزة. وكما هو واضح اختار السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ان هناك في جوانب قانونيه وفنيه مترابطه، وخاصه ما يتعلق بالاليه التنسيقيه وتبادل المعلومات يعني والدراسات البيئيه وسلامه الشعب، كل هذه الجوانب مترابطه ترابط وثيق ليس فقط للملأ الاول ولكن مع الملأ التام. نعم. الملأ الكلي. نعم. الملأ الاول حوالي 18 مليار فقط، اما الملأ الكامل بشيل 74. لكن هذه الجوانب مترابطه ترابط وثيق. يعني ما ممكن تبدئها. بالتالي من هنا جرب أم ضرورة الوصول لاتفاقية شاملة تحكم الملأ الأول والملأ والتشغيل أيضا، الملأ والتشغيل على المدى الطويل. نعم. خاصة وأنه التفاوض في هذه الاتفاقية قد قطع شوطا بعيدا، يعني حوالي 90% من هذه الجوانب قد حسمت واتفق عليها في الجولة التفاوضية في منتصف أبريل. يعني هذه الجولة جرت في واشنطن في منتصف أبريل، ودي الجولة كان كلها الثلاث أطراف موجودة، مش الجولة الأخيرة في نهاية فبراير. نعم. في الجولة بتاع منتصف فبراير دي كانت ثلاثة دول موجودة واتفقوا تقريبا على 90% من هذه المواضيع. بالتالي السودان يعتقد انه استئناف المفاوضات سوف يؤدي الى حسم هذه القضايا حوالي 10% حسمها تماما والوصول الى اتفاقيه شامله تحكم الملء والتغيير على المدى الطويل للسودان. نعم، هذا الاتفاق الذي دكتور رفضه السودان اليوم من خلال هذا المقترح الاثيوبي القاضي بهذا الاتفاق الجزئي، كيف يمكن أن يؤثر هذا الاتفاق على الموقف المائي السوداني؟ كما هو أساسا يعني تشغيل السد بيأثر على بالنسبة للسودان بيأثر على التايمينج أو مواقيت وصول المياه. يعني السد النهضة أساسا غير مستهلك المياه، هو بيولد الطاقة الكهربائية وبتفتح يعني لكن السودان بيتاثر بتشغيله ما في شك في ذلك. بالتالي نحن مهم جدا مواقيت وصول المياه، وفي اثار اخرى طبعا، في اثار ايجابيه كبيره لكن برضه في اثار سلبيه. وهنا الموضوع المهم في الاتفاقيه، يعني احنا في الاتفاقيه دائما تركيزنا الى تقليل اي جوانب سلبيه للحد الادنى، بالتالي مثلا نضمن احق كميه المياه مواقيتها 200 التاثيرات اللي بتتم على الكلام ده، عمليه تبادل المعلومات بين سد النهضه والسدود السودانيه بحيث انه ما تتاثر السدود السودانيه باي تشغيل. ودي من الحاجات اللي اتناقشت بصوره يعني جميله جدا وبصوره تفصيليه وتم التوافق عليها لانها مهمه جدا بالنسبه عمليه التشغيل للسد من القضايا الهامه جدا لجنوب السودان، ونحن ركزنا عليها كثير جدا في مسوده الاتفاقيه اللي حسب جاهزه تقريبا، وصلوا الناس وصلوا لحسم المتبقي القضايا المتبقيه بنكون خلاص تم تغطيه هذا الجانب. نعم، دكتور صالح حمد رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري والموارد المائية السودانية، هل يعني تعتبر هذا المقترح الأثيوبي بهذا الاتفاق الجزئي، هل يعتبر هذا المقترح هو عدم رضا أو عدم قبول بمسار واشنطن الذي أشرت إلى أنه قطع 90% يعني من المسار من مناقشته ل 90% من القضايا العالقة؟ بالمناسبة المقترح الاثيوبي ما قالوا نطلع من مسار واشنطن، هم قالوا بس كان الاتفاقية طبعا شاملة للملء والتشغيل للسد على المدى
اثناء الملء والتشغيل الطويل المدى. وهم حتى اقترحوا التشغيل خلال سنتين، الملء خلال سنتين. فالسودان رفض الجزء بتاع انه بس نعمل اتفاقيه مجزأة لفتره سنتين، وبعد ذاك ثاني نقعد وثاني نتفاوض عشان نشوف باقي الملي باقي من السد والتشغيل المدى، لانه نحن نفتكر انه حتى حاليا قطعنا شوط كبير جدا في هذا القطاع. ما في ما في ما في سبب تخلي الناس تعمل اتفاقيه مجزأة لمده سنتين وبعد ذاك ثاني تقعد عشان تعمل تكمل اتفاقيه للملي والتشغيل طويل الامد. خافوا انه اكثر هذه القضايا تم حسمها، يعني تم حسمها. وبالمناسبه الخطاب موجه مش للسودان تراوح عشان نعمل اتفاقيه بين السودان وسيدي، لا، الخطاب موجه لمصر وللسودان، يعني للدولتين. نعم، اشكرك جدا. السودان ماشيا مع الخطوط. نعم، لك الشكر الدكتور صالح حمد رئيس. انا خطه انا واضح جدا انه الوصول الى اتفاقيه شامله من البدايه، ده واضح جدا في كل المقترحات بتاعتنا، انه نصل لاتفاقيه شامله تحكم الملء والتشغيل طويل المدى لسد النهضه، بحيث لا يتضرر لا يتضرر السودان اولا ولا يتضرر الاخرون. نعم، شكرا جزيلا الدكتور صالح حمد رئيس لجنة التفاوض، رئيس الجهاز الفني للموارد المائية لوزارة الري والموارد المائية السودانية، شكرا جزيلا لك. بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين بحكومة دولة جنوب السودان، بحث سير تنفيذ اتفاق سلام الجنوب. واستعرض البرهان خلال اتصاله بالنائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان دكتور رياك مشار مسار تنفيذ اتفاق السلام بالجنوب والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية. وعبر مشار عن تقديره لحكومة وشعب بلاده للدور الذي يطلع به السودان بوصفه رئيسا للدورة الحالية لمنظمة الإيجاد لتحقيق السلام والاستقرار في الجنوب. وفي السياق اطلع البرهان خلال اتصال هاتفي بمستشار الرئيس سلفاكير مياردت للشؤون الأمنية تود جولواك على تعاون كافة الأطراف لإنزال بنود اتفاق السلام لأرض الواقع بما يعزز الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان. توجهت إلى ولاية كسل تعزيزات أمنية من قوات الاحتياط المركزي للعمل وفق آلية حفظ الأمن وإنفاذ سيادة حكم القانون بولاية كسل. وقال اللواء عنان حامد قائد قوات الاحتياط المركزي إن هذه التعزيزات التي تم الدفع بها إلى ولاية كسل تأتي بتوجيه من المدير العام، وهي واجب أصيل لقوات الشرطة في منع ارتكاب الجريمة وضبط الجناة والمتورطين في تلك الأحداث التي شهدتها الولاية، وذلك بوصول كتيبة من قوات الاحتياط المركزي يقودها ضابط برتبة رفيعة وعدد 10 ضباط وعشرين مركبة قتالية، كمشاركة لقوات الشرطة ضمن المنظومة الأمنية بالولاية واحتواء الأحداث التي تشكل تهديدا للسلامة العامة وتقديم الجناة للعدالة. من جهته أكد والي ولاية كسل محمود بابكر مهمد مقدرة الولاية على تخطي الأحداث التي وقعت خلال الأيام الماضية بين أبناء النوبة والبني عامر والتي أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي استدعى وجود قوات وتعزيزات عسكرية كبيرة للفصل بين طرفي النزاع. وأكد همد خلال لقائه لجنة المصالحة والمساعي الحميدة بين النوبة والبني عامر أن مسألة تحقيق الأمن لا تهاون فيها وأن الأحداث وقعت بصورة متسارعة. قدمت قوات الدعم السريع مبادرة لمعالجة مشكلة مياه الشرب والكهرباء بمحلية تولوز في جنوب دارفور، ووعد قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو بحل مشكلة المياه من أجل دعم استقرار المواطنين خاصة أصحاب الماشية في ظل ندرة مياه الشرب في هذا الوقت، فيما أشاد مواطنون بالمنطقة بمبادرة الدعم السريع في مشاكلهم فضلا عن القوات في حفظ الأمن والاستقرار. تعتبر قضية ندرة مياه الشرب واحدة من المشكلات التي تواجه المجتمعات السكانية خاصة في الريف، فندرة المياه تعني عدم الاستقرار هنا لا سيما عند أصحاب الماشية، الأمر الذي فطنت له قيادة قوات الدعم السريع وهي تسعى مبكرا لإيجاد الحلول لتوفير المياه من مصادرها. إهمال ممنهج، يعني ما في منطق بوابير بالعدد ده وموية موجودة في البلد والبوابير الناس عطشانه واقفه بالصفوف. احنا الان وجدنا البوابير فيها مشاكل كثيره عده. اجتمع بالجهات المسؤوله من هيئه المياه والكهرباء
نشوف المشاكل يعني كلها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحلها، لأنه وجدنا حاجات ما في منطق بتخلي الموية متوفرة، وما في حاجة بتخلي الناس يكونوا عطشانين. فالماء هو أساس الحياة، فعدم وجود الماء أو ضعف مصادره قضية تستوجب الحلول العاجلة الممكنة، خاصة في هذه المنطقة التي تتميز بقطاع عريض من الثروة الحيوانية، وفي ظل الظروف الراهنة التي ضاعفت حوجة الناس للمياه. لذلك انطلقت مبادرة الدعم السريع لحل أزمة المياه والكهرباء بمحلية تلس. كلب نزوح المواطنين من الفرقان بتاعتهم نسبة للحروب الحاصلة دي، هذه الظروف خلتهم كلهم يتجهوا إلى مدينة تلس، وعندهم أصحاب إبل وماشية وأغنام، كلها بدأت تشارك المواطن بتاع المدينة في هذه المياه. أخونا عبد الرحيم حسم لنا الموضوع بكله هنا، يعني بنقول إنه الدعم السريع جاهزية حسم سرعة. خطوة الدعم السريع تجاه معالجة مشكلة المياه والكهرباء بمدينة تلوس وجدت الاستحسان من المجتمع المحلي، لكونها تأتي في وقت هم أكثر حوجة لتخفيف المعاناة وضغوط الحياة اليومية أمامهم. من الصباح كنا عشطانين طابانين شديد جدا جدا، وهسي ما شاء الله وصل الدعم السريع وفر لنا الماء لكل الدوان، كاسة اشتغلت والمويه فرجت الحمد لله، اللي حتى الآن ماشيين كويس. الدعم السريع علينا مرتاحين بنا ارتياح، لحد قلنا له شنو قلنا لي قلنا لي قلنا للمصغفي روح البلد دعم السريع جمعنا من النهب، يعني مرتاحين البلد آملي تنظيم يعني نظموا لنا البلد. وتبقى قضية مياه الشرب واحدة من المشكلات التي ظلت تتسبب في عدم الاستقرار وتأجيج النزاعات عند محيط الرعاة والمزارعين في دارفور، فأي خطوة لعلاجها تعني الاستقرار الأمني والاجتماعي. مهدي العزيب، الشروق، ولاية جنوب دارفور، محلية تلس. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 164 إصابة بفيروس كورونا، وبذلك ارتفع العدد الكلي للإصابات حتى يوم الاثنين إلى 1526 حالة، والوفيات بلغت 74. وقالت الوزارة في بيان عن تماثل 12 مريضا للشفاء منذ يوم الأحد، ليبلغ إجمالي المتعافين 161 شخصا، وتسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة. وسجلت البلاد يوم الأحد أعلى زيادة يومية للإصابات ب201 حالة. نظمت وزارة الصحة بولاية القضارف ورشة تدريبية لعدد من الإعلاميين بهدف المشاركة في رفع الوعي الصحي وسط المجتمع بكيفية التعامل مع جائحة كورونا. وقالت مدير قسم التثقيف الصحي بوزارة الصحة بولاية القضارف رزاز يوسف إن الهدف من هذه الورشة هو رفع وعي الإعلاميين بجائحة كورونا وكيفية التعامل الآمن للوقاية من المرض باعتبارهم شريك أصيل في التثقيف الصحي، خاصة وأن عدد الإصابة بالمرض تجاوز 40 حالة مؤكدة، مما يجعل الولاية في دائرة الانتشار المجتمعي. وتوقعت رزاز أن تسهم هذه الورشة في تعزيز الشراكات القائمة أصلا مع الأجهزة الإعلامية للاستفادة منها في نشر الوعي المجتمعي من أجل تقليل عدد الإصابات واتباع الإرشادات الصحية المطلوبة في مثل هذه الظروف. دورة تدريبية للكوادر الإعلامية كان الهدف منها تزويد الكوادر الإعلامية بالمعلومات الصحية عن فيروس كورونا الجديد، وذلك لزيادة الثقة لاستخدام الاستراتيجيات المستخدمة لمجابحة فيروس كورونا الجديد في المجتمع. نتوقع أنه حزيد استخدام أو وعي المواطن بالاستراتيجيات المستخدمة في مجابحة فيروس كورونا. السودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. وزير الثروة الحيوانية يعلن تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضان إلى السعودية. أهلا بكم من جديد إلى هذه الطائفة من أخبار العالم، حيث قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إن من الخطأ إجراء انتخابات رئاسية يتوقع إجراؤها
في أوائل العام المقبل إذا استمر تفشي فيروس كورونا، وأشار للمرة الأولى إلى إمكانية تأجيلها. وفي مقابلة أذيعت في وقت متأخر أمس الاثنين مع قناة MBS التلفزيونية المحلية، موسيفيني إجراء الانتخابات في وجود الفيروس سيكون جنونا، وسجلت أوغندا حصيلة إصابات منخفضة نسبيا بمرض كوفيد 19 بلغت 121 حالة دون أي وفاة، وبدأت قبل أيام في تخفيف عزل عام صارم. على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإجراء انتخابات عام 2021، فإن الانتخابات تجرى عادة في فبراير. ويتهم قادة المعارضة والمنظمات الحقوقية موسيفيني بشن حملة على المنتقدين مستخدما الترهيب والاعتقالات والتعذيب وقنابل الغاز المسيل للدموع ضد المظاهرات، وتنفي الحكومة ذلك. قال الجيش الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قتل بعد إلقاء حجر على رأسه من فوق أحد الأسطح خلال عملية لتنفيذ اعتقالات في الضفة الغربية اليوم الثلاثاء. وأضاف أن الجندي يبلغ من العمر 21 عاما وأصيب في الرأس جراء إلقاء الحجر عليه من فوق السطح في قرية يعبد قرب جنين، ومع انسحاب وحدة القوات الخاصة التي ينتمي لها بعد اعتقال 4 فلسطينيين. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تويتر: ذراع إسرائيل الطويل ستصل إلى الإرهابي وستحاسبه. قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث أمس الاثنين مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتهنئته على موافقة المشرعين العراقيين على حكومته الجديدة الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان أن ترامب تحدث مع الكاظمي لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته. وأضاف البيان أن الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا، وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش. وقال الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة. قالت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء إن القوات الحكومية ستتصدى لتمرد مسلح من جانب الانفصاليين في الجنوب. وأضافت أن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض وقف تصعيد الموقف بعد إعلانه الإدارة الذاتية الشهر الماضي. وأعلن المجلس يوم 25 أبريل الإدارة الذاتية في عدن ومناطق مجاورة، مما هدد بإشعال الصراع مرة أخرى مع الحكومة المدعومة من السعودية وهي حليفته اسما في التحالف الذي يحارب جماعة الحوثي اليمنية. وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن المجلس الانتقالي الجنوبي رفض الاستجابة لدعوات الحكومة والمجتمع الدولي للتراجع عن خطوة إعلان الإدارة الذاتية للجنوب. وأضاف أن الجيش سيقوم بكل ما يلزم للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وسلامة المواطنين. أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية بأن جميع المساجد في إيران سيعاد فتحها اليوم الثلاثاء في خطوة أخرى من الحكومة لتخفيف القيود التي تهدف إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. ونقلت الوكالة عن محمد كمي مدير منظمة التنمية الإسلامية قوله إن قرار إعادة فتح المساجد جرى اتخاذه بالتشاور مع وزارة الصحة. وقال كمي في وقت لاحق أمس الاثنين إن المساجد سيعاد فتحها لثلاثة أيام فقط لإحياء ليال معينة في شهر رمضان، ولم يتضح ما إذا كانت ستبقى مفتوحة. وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن بعض أنحاء البلاد شهدت ارتفاعا في الإصابات. وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية يوم الأحد أنه جرى عزل منطقة في جنوب غرب إيران لمنع انتشار الفيروس، كما نقلت عن حاكم إقليم خوزستان التابع له المنطقة قوله أن الإقليم شهد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات. في أخبار الاقتصاد، توقع مختصورة أن تسهم عملية تعلية خزان الروسيرس في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية عبر استثمار المساحات الزراعية على طول ترعتي كنانة والرهد وتوطين عدد من الصناعات، بما يحقق الاكتفاء الذاتي بيدعم الصادر. فيما ألمح البعض إلى أن سد النهضة الإثيوبي يمكن أن يحل مشكلة الإطماع ببحيرة سد الروسيرس، ويعمل على الاستفادة من حصة المياه بتخزينها والاستفادة منها عند الحوجة إلى جانب استقرار التوليد الكهربائي. من هنا يتوقع أن تبدأ خطوات التحول الاجتماعي والاقتصادي، تحول لن يكون حكرا على إنسان ولاية النيل الأزرق
بل يتعداه في شمولية تشمل التوليد الكهربائي والثروة السمكية والمشاريع الزراعية عبر ترعتي كنانة والرهد إلى جانب زيادة مساحة الجروف. بعد التعلية مفترض في التصميم تكون 4 مليار و700، لكن هو بسبب الإطماع فقدنا 1.5 مليار. أسي الآن البحيرة تقريبا ساعات التخزينية وحجمها حوالي 6 مليار. وطبعا الفائدة المرجوة العظمى من خزان الرصير السرعتي كنان والرهد لأن لها حيكون لها تأثير اقتصادي كبير على السودان إن شاء الله وعلى الإنسان الولاية ككل. يعني أسي حاليا تعتبر الدراسات شبه انتهت بالنسبة لترعة الرهد، منتظر التمويل فقط، يعني حتى فرز الاستشاري والمقاول وغيره ومنتظرين بس التمويل، وده إذا قام إن شاء الله حيفيد، يعني حيفيد السودان ككل وإنسان النيل الأزرق بالخصوص إن شاء الله. الزراعة هي العمود الفقري للسودان، وبفضل التعلية بقى عندنا يعني سعة تخزينية أكبر للموية، وحتى الناس يعني إن شاء الله بيكتمل الحي دي أكثر بإنشاء ترعتين علشان الناس تستفيد من المساحات ومن مياهها في زر ريجنو المشاريع الزراعية خلف الخزان. بالإضافة لذلك زيادة أو إنشاء التعلية بقى عنده كان مردود إيجابي في الطاقة الكهربائية، باعتبار إنه الكهرباء برضو هي عمود فقري في موضوع الإنتاج. إنتاج توفرت له بيئة حاضنة ومناخ مناسب لمختلف المحاصيل البستانية والحقلية مع إمكانية التحول إلى كهرباء المشاريع الزراعية. التعلية استفدت منها في زيادة كمية المياه المخزنة، بالتالي استمرار التوليد في كل الموسم. يعني حسا حاليا أنا من بداية التخزين بعد ما انتهى التخزين حتى الآن أنا شغال بالفول لود، طبعا ده بيتخلل إذا في صيانات واقعية، لكن حتى الآن أنا شغال بالفول لود بتاع المحطة. الطاقة المركب في محطة توليد كهرباء روسيريس 280 ميجا واط. استمر الحال حتى التعلية اللي هي أنا أذكر هنا التعلية استفدت منها في زيادة كمية المياه المخزنة، بالتالي استمرار التوليد في كل الموسم. يعني حسا حاليا أنا من بداية التخزين بعد ما انتهى التخزين حتى الآن أنا شغال بالفول لود، طبعا ده بيتخلل إذا في صيانات واقعية، لكن حتى الآن شغال بالفول لود بتاع المحطة. تعلية خزان الروسيرس ومن ثم سد النهضة الإثيوبي ثنائية لها ما بعدها في دعم التغيير المنشود لإنعاش الاقتصاد. التوسع في المشاريع الزراعية المروية عقب الفراغ من ترعتي كنانة والرهد يضمن كامل الاستفادة من حصة مياه النيل وتنوعا للمحاصيل والإيرادات. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية النيل الأزرق، خزان الروسيرس. أعلنت وزارة الثروة الحيوانية عن تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضان إلى المملكة العربية السعودية في الفترة من أول أبريل الماضي وحتى منتصف مايو الحالي. وأشار وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي علم الدين أبشر إلى استئناف صادر الماشية الحية للسعودية في بداية أبريل بعد توقفه في أكتوبر عام 2019 وبعد أن تم إعلان خلو السودان من المرض في يناير عام 2020. وأوضح الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء أنه بعد استئناف الصادر تم تصدير 30 ألف رأس ضان لسلطنة عمان و20 ألف رأس من الأبقار لجمهورية مصر العربية. ونوه الوزير الاعتماد 3 مسارخ للتصدير للسعودية هي الكدر وجيمكو وشاهين، وأشار لتصدير 20 طن لحوم دفعة أولى للمملكة خلال اليومين الماضيين، وأكد استمرار صادر اللحوم والاستفادة من القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية، ونبه إلى تصدير لحوم إلى مصر ودول الخليج. تمكنت قوات الدعم السريع بقطاع غرب دارفور من إحباط عمليات تهريب لكميات من السلع الاستراتيجية في طريقها إلى خارج الحدود. أوضح قائد المجموعة الثامنة بالجنين المقدم النور الدومة أن قوات الدعم السريع منتشرة على الشريط الحدودي لإحكام السيطرة على الحدود ومكافحة التهريب بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى وشرطة مكافحة التهريب، وأشار إلى ضبط أكثر من 20 عربة لاند كروزر تحمل كميات كبيرة من الدقيق والسكر والوقود في طريقها إلى دول الجوار
في عمليات تهدف لتخريب اقتصاد البلاد. وأكد الدوما أن قوات الدعم السريع تعمل جاهدة لإنفاذ توجيهات القائد العام لقوات الدعم السريع رئيس آلية الطوارئ الاقتصادية بضرورة إحكام السيطرة على الشريط الحدودي حفاظا على الأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي حول سد النهضة. البرهان وأبي أحمد يتفقان على التعاون لتحقيق المصالح المشتركة. والكسل يؤكد قدرة الولاية على تجاوز الأحداث القبلية الأخيرة. نهاية السودان هذا المساء قدمناه لكم من قناة الشروق، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.